مشاهدينا سعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية، يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء يخصص لغرض لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023. هي الجزائر بعيون العرب بالأمس إبان الثورة التحريرية المجيدة، وهي اليوم القمة العربية بالجزائر بعيون العرب في مختلف البلدان المشاركة. ومن الأردن، حيث الإجماع النخبوي حول الدور الريادي للجزائر في دم شمل العرب، جاءت التطلعات كبيرة حول استرجاع اللحمة البناءة، يقول سليم حمادي في سياق التقرير التالي. في ظل ظروف دولية وإقليمية وقبلها استثناءات عربية تتردد في الشارع الأردني وبشكل واسع، أصداء القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر في الفاتح والثاني من شهر نوفمبر المقبل. بالنسبة للمؤتمرات القمة، يعني سمعنا وشاهدنا في مؤتمرات قمة كثيرة صارت وحصلت، والآن القمة القادمة في الجزائر، ونتمنى إن شاء الله في القمة القادمة تكون في الجزائر، يعني تعطي مفعول وتعطي حقوق لبعض الشعوب العربية، ومنها الشعب الفلسطيني اللي يعني له يعني حوالي 70 سنة يعني بيطالب في حقوق. فإحنا بنتمنى إن شاء الله بالانعقاد بالجزائر يكون إعادة الوئام بين الدول العربية وإعادة التصالح ما بين الدول العربية، والجزائر سباقة بالموضوع هذا. تجمع النخب الأردنية وعلى اختلاف انتماءاتها على أن عقد القمة العربية في الجزائر بات بمثابة الفرصة التاريخية أمام العرب لرفع التحدي من أجل عمل عربي مشترك في شتى المجالات، وفي مقدمتها أم القضايا فلسطين المحتلة. لحسن الحظ أن القمة في دورتها لهذا العام تعقد في الجمهورية الجزائرية الشقيقة، وكما يعلم الجميع أن الجمهورية الجزائرية هي بلد جامع وموحد للعرب، وموقفه دائما مشرف على الصعيد العربي. ما نأمله من هذه القمة هو أن تعيد اللحمة إلى الموقف العربي لتعزيز يعني النهج الديمقراطي المستند إلى الشعوب حتى تقول كلمتها. تأتي القمة العربية في لحظة حربية حاسمة تتفجر فيها عدة ملفات حاضرة في الوجدان العربي، واحدة من أهم هذه الملفات القضية الفلسطينية. لدينا القضايا والمشكلات الوطنية الداخلية التي باتت أكثر تفجرا، القضية الديمقراطية وحضورها في عقل النظام السياسي العربي، ومدى أهمية تكريس التجارب الديمقراطية العربية وتحويلها إلى ديمقراطيات أصيلة في داخل المجتمعات العربية. التحديات الاقتصادية والاهتمام بالشباب كونه عماد الأمة العربية وكلمة السر في تقدمها كان في صلب اهتمام المواطن الأردني وأبرز مطالبه للقادة العرب. كلنا أمل من اجتماع القمة العربية في الجزائر إنها تحاكي كل الأمور الأمنية والاقتصادية والسياسية، فعندنا مشاكل اقتصادية في كل المجتمع العربي، جميعنا بنعرف هذا، إنه في عنا طاقات شبابية جدا كبيرة مستنية أي فرصة واضحة وخطة واضحة لحتى نوظفها في هذا المجال. هذا أمل كبير بالنسبة لنا كأردنيين، إنه إحنا نشوف إنه راح يصير لك أحداث بالجزائر، لأنه هذه البلد يعني إحنا اللي نعرف عنها إنها تجمع ولا تفرق طبعا، وهذا أملنا في هذه البلاد، وأملنا من ناحية الرؤساء العرب والحكام العرب أن لا يتطلعوا إلى أي مناوشات وأي انقسامات، وأن يركزوا على حل الخلافات، وخصوصا وأهمها ويرأسها القضية الفلسطينية. مثقفون وصحفيون وأساتذة جامعات وطلبة يجمعون على أن انعقاد القمة العربية شهر نوفمبر المقبل بالجزائر يعد في حد ذاته فرصة تاريخية أمام العرب لتوحيد صفوفهم في ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة. ظروف دولية وإقليمية تفرض على المجتمعين في قمة العرب بالجزائر للخروج بخارطة طريق موحدة واضحة المعالم، خاصة فيما يتعلق بالقضية المركزية للأمة، القضية الفلسطينية. موفد التلفزيون الجزائري للأردن، محمد سليم حمادي. وعدسات كاميرا تلفزيون الجزائري رصدت من بيروت تطلعات الإعلام اللبناني بخصوص قمة الجزائر، قمة يجمع الصحفيون على قدرة الجزائر على لم شمل البيت العربي. أمل بعقبة.
قرابة 20 إعلامياً لبنانياً تحصلوا على اعتماد التغطية الإعلامية للقمة العربية في الجزائر، فيما ينتظر آخرون من قنوات مختلفة الاعتماد. التلفزيونات اللبنانية تتأهب لحضور هذه القمة الاستثنائية التي تحمل تطلعات البلدان العربية في لم شملها. القمة العربية 31 في الجزائر تكتسب هذه السنة أهمية مضاعفة، كون الجزائر في الدرجة الأولى كبلد عربي، المواقف الجزائرية من خلال مواقف الجزائر هو البلد العربي القادر على أن يلعب دورا متميزا أو وسطيا بين مختلف المحاور والبلدان والمواقف العربية. على صعيد التغطية الإعلامية هناك أهمية قصوى على صعيد التغطية الإعلامية، لكون مواقف هذه القمة والقضايا التي ستطرح من خلالها يجب أن تصل إلى مختلف شرائح الجمهور العربي في كل البلدان العربية. دورنا كأعلام هو الإضاءة على هذه القمة العربية التي توطد العلاقات بين الدول العربية وتلم شمل الدول العربية. الأول من نوفمبر يشكل ذكرى مهمة جدا للجزائر كقادة وكشعب جزائري، لأن هذا التاريخ يصادف خلاله انطلاق الثورة الجزائرية، ومن أجدر من الجزائر كلام والتحدث عن متطلبات الشعب الجزائر التي لطالما وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، وهي تدعم كل شعب مظلوم أكانت في فلسطين أو في أي دولة عربية. فهنا تكمن الأهمية لهذه القمة العربية، حيث سيجتمع القادة العرب لمناقشة كل القضايا الحامية على الساحة العربية. مما لا شك فيه أن هذه القمة التي استعقدت في الجزائر الأهمية كبيرة، تحديدا مع تزامنها مع ما يجري في المنطقة وما يحكى عن تسويات تحاك في كافة البلدان المتأزمة، فهي فرصة بالتأكيد لاجتماع قادة العرب لتقرير مصير هذه البلدان المتأزمة. وأيضا يعني الجزائر لها دور كبير في لعب دور توفيقي حاولت أن تلعبه مرارا خلال الأزمات التي شهدتها المنطقة. قمة بأحداثها ستنقلها قنوات لبنانية عديدة لتكون على مدار الأسبوع الأخير حاضرة بطواقم إعلامية محترفة. التغطية الإعلامية، تلفزيون لبنان الوحيد هو المخول يستقبل الإشارة عن طريق اتحاد إذاعات الدول العربية، واللي بيزود اتحاد إذاعات الدول العربية هو التلفزيون الزميل التلفزيون الجزائري. بنستقبل هيدا الإشارة ونحن منوزع على كل التلفزيونات الموجودة بلبنان. إعلاميون يرون أن القمة بشعار لم الشمل هي أرضية لحلحلة كل القضايا العربية الإقليمية، وهذا ما يعكس دور الجزائر التي لطالما نادت بلم الشمل العربي. دوليا وفي الشأن الصحراوي، أكدت اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي أنه لا بديل عن تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال. وخلال اجتماع عقده مكتبها التنفيذي عبر تقنية التحاضر عن بعد برئاسة رئيسها محمود الصالح، جددت اللجنة تأكيدها أنه لا بديل عن تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية، مشددة على ضرورة احترام هذا الحق. وناقش الاجتماع خطط عمل اللجنة العربية للتضامن مع الشعب العربي الصحراوي من خلال العمل على استقطاب المزيد من الشخصيات السياسية والفكرية العربية. وأكد رئيس المكتب التنفيذي أهمية تنسيق الفريق القانوني في اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي مع عدد من المنظمات الدولية لعقد سلسلة من اللقاءات لشرح حق الشعب العربي الصحراوي في تقرير مصيره والتخلص من الاحتلال المغربي الظالم والناهب لخيرات هذا الشعب منذ ما يقارب نصف قرن. اقتحم عشرات المستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة في شكل مجموعات، وقاموا بتنفيذ جولات استفزازية على مرأى وبحماية من الشرطة الاحتلال الصهيوني. في مقابل ذلك، أطلقت هيئات ومؤسسات مقدسية فلسطينية دعوات لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك في الفترة ما بين 10 إلى 17 أكتوبر الجاري. يذكر أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض إلى اقتحامات يومية باستثناء الجمعة والسبت لترتفع وتيرتها في المناسبات الخاصة بالكيان الصهيوني في مسعى لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه. موازاة مع ذلك، يواصل 30 معتقلا إداريا فلسطينيا إضرابهم المفتوح عن الطعام اليوم رفضا
لسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى مقاطعتهم محاكم الاحتلال الصهيوني بدرجاتها المختلفة. عودة إلى أخبار الوطن. وفي كرة القدم ولحساب منافسة رابطة أبطال إفريقيا، يواجه اليوم بطل الجزائر فريق شباب بلوزداد منافسه جوليبا المالي على الساعة 5 بباماكو بهدف العودة بنتيجة إيجابية، فيما وضع ممثل الجزائر الثاني في نفس المنافسة فريق شبيبة القبائل قدما في دور المجموعات بعد عودته أمس بانتصار ثمين من ملعب نادي أسكو الطغولي بهدفين مقابل هدف واحد في انتظار مباراة الإياب بعد أسبوع بالجزائر. ولحساب منافسة كأس كونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، يلاقي اتحاد الجزائر اليوم خارج قواعده فريق أس سيكارا الطغولي على الساعة 5 في مواجهة سيسعى من خلالها أبناء المدرب بعدام شارف تسجيل نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب، في حين انهزم ممثل الجزائر في نفس المنافسة فريق شبيبة الثورة أمام مضيفه سبورتينغ غانيوا الإيفواري، انهزم بنتيجة 2-0 بمدينة يامو سوكرو في ذهاب الدور التمهيدي الثاني. نهاية الموعد، ألقاكم على رأس الساعة، في أمان الله.